مصلحة الضرائب المصرية نشرت بياناً طالبت فيه الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وإنستغرام وتيك توك بالتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي. وأوضحت المصلحة أن التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة يتم متى بلغت الإيرادات 500,000 جنيه أي حوالي 32,000 دولار أمريكي خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة النشاط. مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب يؤكد تعليقا على القرار أن أي شخص يحقق إيرادا داخل مصر عليه أن يسدد الضريبة المستحقة عليه مهما كان النشاط الخاص به. وضرب المسؤول أمثلة بالتجارة الإلكترونية والبلوجرز واليوتيوبرز موضحا أن كثيرا من الأنشطة تحقق إيرادا بدون ملف ضريبي. وأضاف بأن الحكومة المصرية تواصلت مع بعض الشركات الدولية مثل فيسبوك ويوتيوب للمساعدة في معرفة الأشخاص الذين ينطبق عليهم القرار. وقد أنشأت مصلحة الضرائب وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية لحصر وتتبع هذه الأنشطة كجزء تقول الحكومة من خطة متكاملة تهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. كثيرون من صناع المحتوى ورواد الإنترنت أجمعوا على رفض قرار الضريبة متسائلين عن آليات تطبيقه والغاية منها، لكن آخرين يرون فيه خطوة لضم هذا النشاط إلى الاقتصاد الرسمي ربما من شأنها الحد من المحتويات التافهة على مواقع التواصل الاجتماعي.